نجح مسؤول وادي دجلة في التعاقد مع محمد بونجا حارس مرمى بتروجيت في صفقة انتقال حر، وذلك لتدعيم مركز حراسة مرمى الفريق بلاعب خبرة في إطار خطة الإدارة بالتعاقد مع لاعبين من ذوي الخبرة في بعض مراكز الفريق. تعاقد مسؤول طنطا مع حازم الشامي ظهير أيسر الترسانة بعد دفع المقابل المادي بناء على طلب من محمد حليم المدير الفني للفريق، الذي طلب ضرورة التعاقد مع ظهير أيسر من أجل المنافسة على الصعود للممتاز. نجح مسؤول منتخب السويس في استعادة مدافعهما السابق محمد هيكل بعد تسديد المقابل المادي لناديه نجوم المستقبل بناء على رؤية أحمد عبد المقصود المدير الفني لأبناء الغريب، الذي رحب بعودة اللاعب من جديد لصفوف السويس. نجح مجلس إدارة الترسانة في التعاقد مع ناصر الفار هداف رايا بعد تسديد المقابل المادي، ليواصل مسؤول الشواكيش التعاقد مع الصفقات السوبر في إطار سعي الإدارة الزرقاء نحو تدعيم الصفوف من أجل المنافسة على الصعود للممتاز. تعاقد مسؤول المنصورة مع مروان شاهين مهاجم الترسانة والاتصالات الأسبق لتدعيم صفوف الفريق في صفقة انتقال حر، خاصة وأن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة في دوري المحترفين. تعاقد مجلس إدارة الاتحاد السكندري مع ثنائي رايا رامز زيدان ظهير أيمن الفريق وعمرو جمعة مهاجم الفريق بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه الثنائي خلال مباريات فريقهما في الموسم المنقضي. نجح مسؤول أسوان بالاتفاق مع حسام عبد العال المدير الفني للفريق في التعاقد مع مؤمن سمير جناح ديكرنس واستعارة حسن خطاب حارس مرمى الجونة في إطار خطة الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات سوبر. تعاقد مجلس إدارة بني مزار مع شديد قناوي لقيادة الفريق بدور القسم الثاني به بعد مفاوضات مطولة استمرت خلال الأيام الماضية كللت بالنجاح بعد موافقة قناوي على تولي قيادة الفريق.